في إطار زياراته المتبادلة مع قادة الرياضة الآسيوية، قام سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، رئيس البعثة البحرينية لدورة ألعاب آسيا للصالات المغلقة، بزيارة ودية لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نقل إليه خلالها تحيات جلالة الملك المفدى وتحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتبادل معه الحديث في شؤون وشجون الرياضة العامة والرياضة الآسيوية بشكل خاص. حضر المقابلة سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية نائب رئيس البعثة. ترأس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية نائب رئيس البعثة البحرينية سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الوفد البحريني في الاجتماع 36 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي الذي عقد صباح يوم أمس الأربعاء بفندق الميزان بالعاصمة التركمانية عشقباد، وذلك برئاسة الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح رئيس المجلس. وقد استعرض المجتمعون العديد من التقارير الخاصة بالدورات الرياضية المجمعة التي ستحتضنها القارة الأسيوية في الفترة القادمة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأسيوية 18 التي ستستضيفها العاصمة الأندونيسية جاكرتا العام القادم. ودعت لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو اللاعب اليافعة جوانا محمد موسى الدورة بعد خسارتها أمام منافستها الفيتنامية هاثي بالنقاط وبواقع 20 نقطة مقابل 15 نقطة،